أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل اعتمر قبل حوالي سنة ونصف تقريبا، وعندما وصل إلى الحرم وضع حذاءه في درج من الأدراج التي خصصت لوضع الأحذية، وعندما انتهى من أداء العمرة رجع إلى مكان الحذاء التي وضعها في الدرج، ولكنه وجد حذاء غيرها في محلها ولم يجد حذاءه، فأخذ تلك الحذاء، فهل يجوز له ذلك؟ يخلف الله عليه، ذا ما يجوز له يأخذ أحذية الناس. وش ذنب صاحب الحذاء هذا تأخذ حذاءه وتخليه يمشي حافي؟ ما له ذنب هذا، رح خذ حذاء اللي أخذ حذائك، جزاء سيئة سيئة مثله. أما أنك تعاقب واحد بريء هذا لا يجوز، هذا ظلم.